ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله. السلام عليكم، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البايله كتجي رائعه وزوينه. يلا وتشوفوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير ديالها. ولقاكم هذا الفيديو تكون في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البايله كتجي زوينه بطريقتي. كنحتاجوا في هذه البايله عندي هنايا الفلفله الوان اللي متوفره عندكم، ماشي ضروري تكون الوان. عندي هنايا الكالامار، عندي الكروفيت، عندي وزلوك، عندي هنايا تقريبا واحد نص خرجيفه محكوكه، عندي هنايا اربعه ديال البصوصات، خمسه ديال البصوصات ديال الثومه محكوكين، عندي واحد المطيشه مقطعه صغيره، معلقه ديال المطيشه ديال الحك، عندي تقريبا واحد جزره مقطعه صغيره، عندي السوريمي تاهو مقطع، عندي شويه القزبر شويه ديال المعدنوس، عندي هنايا الزعفران الحر الا ما كاينش كتستعملو غير العادي، عندي هنايا واحد البصله مقطعه تقريبا صغيره ماشي كبيره، عندي هنايا الكروفيت، عندي هنايا نص كاس ديال الزيت العود، عندي الحامض بالنسبه للتزيين ولا غنستعمل فيه شويه، عندي هنا بابا ديال البنه اختياريه اللي بغا يديرها يديرها، ما بغاش ما يديرهاش ماشي ضروري، شويه ديال الزعفران بلدي، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، وشويه ديال السكنجبير، وورقه سيد نموسه، هادشي اللي كنحتاجو في هاد البايره. بالنسبه لهذا، هذا هو المرق ديال الكروفيت باش غنبلل، كندير فيه ورقه سيد نموسه، شويه ديال المليحه، وصافي هادشي ايضا دوك القشور ديال الكروفيت كيطبخو في هاد السميتو وكنستعملو ان شاء الله هما باش غنسقي هاد البايره هادي. يلا معايا شوفوا الطريقه ديال هاد البايره. دابا غندير عندي هنايا الروز تقريبا واحد جوج بيبلات ديال الروز عامرين، غنديرهم دابا هنايا الفرن. كل لحظة وحضراتكم طيبين، ما تيجوا نشوف اللي حصل. هنايا غندير واحد شويه ديال زيت العود، زيت بلديه، غندير هنايا البصله لقطعه صغيره، غندير الثومه، غندير الجزر، غندير ثلاثة الألوان، غندير مطيشة مقطعة، غندير واحد شوية ديال المليحة، شوية ديال البزار، نديرو الربع تاهو،
عندي الكالامار. نزيد واحد شويه ملحة، غندير ديك المعلقة ديال الماتش حتى هي، غندير التوابل، غندير شويه ديال الزعفران الحر، الا ما متوفرش ما ديروش، ماشي ضروري ولكن كيجي زوين. كنقول لك الحاله كما ما كانش، دابا غندير الكروفيت، هاد البيضه هادي كتجي غنيه بالخضره وكتجي حتى هي غنيه بالحوت، كتجي زوينه. غندير دابا الكسرو حتى هو، دابا غنمرق بالماء ديال الكروفيت، مرق ديال الكروفيت باش غادي نمرق، وغادي نغطي هاد العناصر كامله ونخليهم حتى شويه ان شاء الله، هذا باش غندير معاهم الروس. الى عندكم لاصوص توجه حتى هي ديروها، انا تسالات ليا ديروا لاصوص توجه حتى هي ديروها. غندير ضمة ديال البنة ديال الحوت، غندير غير نص ديالها ما غنديرهاش كاع كاملة، غنمرق دابا بالماء ديال الكروفيت، غنسد عليها ان شاء الله نخليها. ندير اوراق سيدنا موسى هنايا، نصد عليها ان شاء الله.
دابا غندير عندي هنايا الروز تقريبا واحد جوج جبيبنات ديال الروز عامرين، غنديرهم دابا هنايا نخويهم. غنقص ليه وغنخليه طيب على خاطر خاطرو. هنا غنزوق الكروفات غنزوق بالسوريين من هنا، وكل واحد كيما بغى يدير يدير. انا غير زوقت بهذه الطريقه بداك الشيء اللي كاين. نزوقها بشوية ديال الربيع شوية ريحتها كتجي زوينة بزاف. واحد شوية تقريبا غادي نطفي ليها.
ها هي البيله ديالنا راه وجدت لينا دابا، دابا غنحطها صافي طاب. هادشي كلشي طاب، الروز حتى هو هذاك. كنتمنى هاد البيله هادي والطريقه اللي تعجبكم، راه كتجي بنينه صدقوني. جربوها وردوا عليا في الكومونتير كي غتجيكم. ولا عجبكم هاد الفيديو بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا بلي لايك وديروا لنا اشتراك، وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.